أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم من الدروس السهلة والجميلة، وهو حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم تحت عنوان من أعمال البر. من أعمال البر، طبعا أهم أهداف الدرس النهاردة يا شباب إن إحنا نتعرف على بعض أعمال البر. يبقى أن نتعرف على بعض أعمال البر، أن نعرف الأفكار الجزئية للحديث. الحديث بيتكلم عن إيه؟ إيه هي أفكاره اللي في اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حب إن هو يوصلها لنا؟ كمان ان احنا نميل الى اعمال البر، الى عمل الخير، كمان ان احنا نستخلص الدروس المستفادة من الحديث. يبقى اهم اهداف الدرس ان احنا نتعرف على بعض اعمال البر والخير، ان احنا نعرف الافكار الجزئية للحديث وكل ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمنا اياه في الحديث، ان احنا نميل الى اعمال البر، ان احنا نستخلص الدروس المستفادة من الحديث، كمان ان احنا نكتسب مهارات لغوية جديدة. ديت بالنسبة لاهم اهداف الدرس. كمل درسنا يا شباب. بنقول ان الاسلام حرص على اعمال البر والخير بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام يحث الأمة على أعمال البر في هذا الحديث الشريف. والمراد بأعمال البر كل أعمال الخير، كل أعمال الخير، كمساعدة المحتاج، الكلمة الطيبة، إبعاد الأذى عن الطريق، السعي إلى الصلاة، صلة الأرحام، زيارة المريض، وغير ذلك من أعمال البر والخير التي تؤلف بين القلوب. يعني معنى كده إن مساعدة المحتاج ده بر؟ بر. الكلمة الطيبة بر؟ بر. إبعاد الأذى عن الطريق بر؟ طبعا بر وخير. السعي إلى الصلاة، صلة الأرحام، زيارة المريض، التبسم في وجه أخيك، إن تضحك في وجه أخيك، ده بر. ده إيه؟ بر. لأن كل المقصود بأعمال البر كل الأعمال اللي بتؤلف بين القلوب واللي بتجعل الناس تعيش في محبة ورضا وسعادة بدون حقد أو حسد أو ضغينة أو كراهية. يبقى ده الهدف الأساسي من عمل البر، من عمل الخير، ان القلوب تكون متآلفة، ان القلوب تكون متحابة، مفيش حقد، مفيش حسد، مفيش ضغين. طيب البر ده خاص بناس معينين؟ لا، لا يختص بها فرد دون غيره، وانما البر للناس جميعا. الناس بالناس جميعا، يعني ما نقولش ان مساعدة المحتاج بس ده بر، لا، ما في ناس تانية ممكن اساعدها، بس لازم يكون محتاج لحاجة، بس اقف معاها، اقف جنبها في ازمتها، اقف معاها في مشكلتها، ما دي كلها بر. يبقى البر لا يختص به فرد دون غيره، وانما البر يكون بالناس جميعا، يكون بالناس جميعا. يعني يا شباب، يبقى الاسلام حرص على اعمال البر والخير بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحث الأمة على أعمال البر في هذا الحديث الشريف. وقلنا إن عمل البر كل عمل يؤلف بين القلوب، كل عمل خير بيؤلف بين القلوب، زي مساعدة المحتاج، زي الكلمة الطيبة، زي إبعاد الأذى عن الطريق، زي السعي إلى الصلاة، زي صلة الأرحام، زي زيارة المريض، وغير ذلك من أعمال البر والخير. كمل درسنا يا شباب.
الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليه أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. مرة ثانية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامي من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليه أو ترفع له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. حديث شريف، الراوي هو أبو هريرة راوي الحديث، أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا وكمان إن أبو هريرة سمي بأبو هريرة لأنه كان له هرة دائما ما تسير معه، فسمي بأبي هريرة، وهريرة هي تصغير هرة يعني قطة. نكمل درسنا يا شباب. من أهم الأفكار اللي جاءت في الحديث الشريف: الصدقات اللي عليك، وأمثلة لأعمال الخير. سلامي مقصود بقى عظام الأصابع في اليد والقدم، والجمع سلاميات، سلاميات. صدقة وهي ما يعطى للفقراء تقربا إلى الله، والمقصود عطاء، والمقصود عطاء. يبقى سلامي هي عظام الأصابع في اليد والقدم، والجمع سلاميات. صدقة وهي ما يعطى للفقراء تقربا إلى الله، والمقصود هنا إيه؟ عطاء. تعين يعني ايه؟ يعني تساعد. تعين يعني تساعد. تحمله عليها يعني تعينه في ركوبها، تعينه في ركوبها. متاعه كل ما ينتفع به كالطعام وأثاث البيت، والجمع أمتعة. تميط تبعد وتنحي، تبعد وتنحي الأذى الضرر، الأذى الضرر. مرة ثانية يا شباب، أهم المعاني اللي جاءت في الحديث: سلامي يعني عظام الأصابع في اليد والقدم، والجمع سلاميات. صدقة وهي ما يعطى للفقراء تقربا إلى الله، والمقصود عطاء. تعين يعني تساعد. تحمله عليها يعني تعينه في ركوبها. متاعه كل ما ينتفع به كالطعام وأثاث البيت، والجمع أمتعة. تميط يعني تبعد وتنحي الأذى الضرر، الأذى الضرر. كمل درسنا يا شباب. شرح الحديث. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أن نعم الله علينا كثير في أنفسنا وأعضائنا، علشان كده لابد أن احنا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. الله سبحانه وتعالى أعطانا نعم كثيرة: نعمة البصر، ونعمة السمع، ونعمة الشم، ونعمة التذوق، ونعمة السمع، نعمة
إحساس أعطانا الأعضاء اللي بنستخدمها في إنجاز أمور حياتنا، أعضاءنا، عضو اليد وعضو الرجل، دي كلها أعضاء. أعطانا الأذن للسمع والأنف للشم واللسان للكلام. فعلينا أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. طب نشكر الله إزاي؟ إن إحنا ما نرتكبش معاصي، ما نعملش ذنوب، لا ده إحنا نعمل خير. نشكر الله على كل فضل ونعمة الله سبحانه وتعالى أعطاها لنا، ده إحنا كمان نشكره ونحمد الله على هذه النعم اللي الإنسان لما بيتحرم من حاجة منها بيحس ان هو انسان ضعيف. تخيل كده ان انت ما بتسمعش صوت، هتحس بالخطر ازاي؟ تخيل انت مش قادر تشم الروائح المنبعثة من مكان، هتعرف الروائح ازاي وتميز بين الروائح ازاي؟ دي نعمة ولا مش نعمة؟ تخيل الانسان عنده مشكلة في اللسان، مش قادر يتكلم، مش قادر يعبر عن نفسه، مش قادر يطلب حاجة معينة هو محتاجها. يبقى الإنسان لابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي أعطاه الله إياه بعدم ارتكاب المعاصي والبعد عن الذنوب واستغلال هذه النعم فيما يفيد الإنسان ويفيد الناس وليس فيما يضره. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا أعمال البر والخير اللي بتؤدي شكرا لله، أعمال البر والخير اللي بتؤدي شكرا لله وهي لنا صدقة. زي إيه؟ زي العدل بين الناس. شوف دي حاجات إحنا بنعملها بنشكر بقى الله سبحانه وتعالى لكنها في نفس الوقت لنا صدقة. بس كده مساعدة الرجل في حمله على دبته او حمل متاع، يعني لو واحد مثلا عنده عربيه وجايب عفش البيت بتاعه ولا كراتين كبيره ولا صناديق كبيره عاوز يحطها على العربيه بتاعته مش قادر لوحده، فلما تروح انت تساعده، دي صدقه، دي عمل بر، دي عمل خير. كلامك الطيب مع الناس ده عمل خير، ده عمل بر، دي صدقة. البعد عن الغيبة والنميمة، ما ده عمل، ما دي صدقة برضه، لأنك أنت بتشكر بها الله سبحانه وتعالى بأن أنت لا ترتكب المعاصي ولا ترتكب الذنوب. لما تمشي إلى المسجد عشان تصلي صدقة، لما تلاقي حجر في الشارع وتبعده بعيد عن الشارع عشان ما يعورش حد ولا يأذي حد ولا يعطل حد ولا يبوظ عربية ولا يوقع أي حاجة ولا يوقع أي شخص، دي صدقة. لما تبعد القاذورات والقمامة عن الشارع، ما دي صدقة، هذا أذى موجود في الطريق أنت بتبعده. لما تلاقي شوك أو إزاز متكسر ومرمي في الطريق ممكن يعور حد وممكن يبوظ حاجة وتبعده عن الطريق، هذه صدقة. يبقى الله سبحانه وتعالى نعم علينا كثير، وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم بعدم ارتكاب المعاصي وبفعل الخير شكرا لله. كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أعمال البر والخير اللي بتؤدى شكرا لله وهي لنا صدق، زي العدل بين الناس، زي أن أنت تساعد الرجل في حمله على دابته اللي هي وسيلة النقل بتاعته، أو حمل متاعه اللي هي الأثاث أو لبسه أو أي حاجة تخصه خاصة بيه. الكلام الطيب صدقة، المشي إلى الصلاة صدقة، إبعاد الأذى عن الطريق صدقة، دي كلها أعمال بنشكر بها أن أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، ولا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى إيه عليه. بنكمل. كل سلام من الناس عليه صدقة. طبعا ديت الجماليات، مظاهر الجمال اللي موجودة في الحديث الشريف. سهلة يا شباب، نراجعها مع بعض كده ونقراها عشان ايه نظبط. كل سلام من الناس عليه صدقة، ده تعبير
يؤكد وجوب شكر الله على نعمة البدن. طيب صدقة النكرة للشمول والعموم، الكلمة يا شباب لما تكون نكرة يعني ما فيهاش ألف ولام يبقى على طول تفيد الشمول والعموم، يعني حاجة عامة للناس كلها مش خاصة. لما بقول سيارة، سيارة بتاعت أي شخص، لكن السيارة أنا عرفتها تطلع ألف ولام يبقى معرفة، لكن الكلمة لما بخليها نكرة يعني ما فيهاش ألف ولام زي الصدق زي صدقة يبقى ديت للشمول والإيه والعموم. طيب كل يوم تطلع فيه الشمس ده تعبير بيفيد شمول واستمرار الصدقات في كل يوم. الصدقة مش في يوم معين ولا في يوم ولا في ساعة معينة، ده في أي وقت في أي يوم في أي ساعة، ملهاش وقت معين. تعدل بين اثنين، صدقة ده تعبير يدل على أهمية العدل في تحصيل الصدقات. طيب اثنين برضو نكرة للشمول والعموم بيشمل العدل كل الناس اهو، لكن لو قالك الاثنين يبقى بيتكلم على اثنين معينين، لكن اثنين نكرة ما فيهاش ألف ولام، فطبعا ديت للعموم والشمول. تعين الرجل في دبته ده تعبير بيدل على التعاون والمحب، تعبير بيدل على التعاون وايه والمحب. تعين فعل مضارع للتجدد والاستمرار، يبقى أي فعل مضارع بيفيد التجدد والاستمرار، بيفيد التجدد والاستمرار. دابة رمز بيشمل جميع وسائل الانتقال، سيارة طيارة مركب سفينة حصان حمار أي شيء، أي وسيلة بتنقل الشخص من مكان لمكان بنسميها دابة. نسميها إيه؟ دابة. تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبة لإيه؟ الجماليات. ترفع له عليها ده تعبير بيدل على التعاون والمحبة، تعبير يدل على التعاون والإيه؟ والمحبة. له شبه جملة للتخصيص وتوحي بالتواضع والإيه؟ والمحبة. خصصها ليه يعني؟ شبه جملة شبه جملة يعني شبه جملة يعني حرف جر واسم مجرور. طب فين حرف الجر؟ لام. لام. فين الاسم المجرور؟ الهاء، ضمير مبني في محل جر. تمام؟ طيب يبقى شبه الجملة له للتخصيص، يعني بخصص الكلام له هو، ليه هو مش لحد تاني، له يبقى خصص الكلام لشخص معين. وتوحي بالتواضع والمحبة. الكلمة الطيبة صدقة، تصوير جميل للكلمة الطيبة بالمال الذي نتصدق به، وهذا يدل على أهمية الكلام الطيب في حياة المسلم. بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. طبعا تعبير يؤكد أهمية المشي إلى الصلاة وإقامتها. تمييط الأذى عن الطريق صدقة، تعبير بيحث على تأمين سلامة الناس والمحافظة على الطرق والإيه والبيئة. واستخدم من الأفعال المضارعة، أو استخدام الأفعال المضارعة بيفيد التجدد والاستمرار، أي فعل مضارع بيفيد التجدد والإيه والاستمرار. شبه النبي صلى الله عليه وسلم على السلام أعمال البر والخير بالمال الذي نتصدق به، وهذا يدل على أهميته، وهذا يدل على إيه أهميته. كده يا شباب نكون انتهينا من درس من أعمال البر، من أعمال البر. طبعا الدرس سهل وجميل وحديث شريف فيه دروس مستفادة، إن الكلمة الطيبة صدقة، إن العدل بين الناس صدقة، إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إن السعي والمشي إلى الصلاة صدقة. وجبنا بقى على الله سبحانه وتعالى إن إحنا نشكره على هذه النعم. طب نشكره إزاي؟ إن إحنا ما نرتكبش المعاصي، وإن إحنا نبتعد عن الذنوب، وإن إحنا نعمل أعمال الخير الخير والبيه والبر. وإلى اللقاء أحبابي أبنائي طلاب الصف الأول الإعدادي في درس آخر من دروس اللغة العربية، مع تمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق إن شاء الله.